التحية والسلام لكل اللي عم بيتابعونا، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج سلي صيامك. نحن وأنتو اليوم من أجريت الأبجدية بدنا نوقف عند الأغنية الشعبية اللي تناقلتها الألسن وانتقلت من جيل لجيل، ولكن يمكن ببعض الأحيان كنا نغير بالكلمات، يمكن ببعض الأحيان كنا نبدل الألحان، ولكن دايما فيها تراث وفيها أصالة. نحن وأنتو اليوم بدنا نوقف عند الأغنية الشعبية ولكن الحلبية، بدنا نوقف عند القد الموشح، الدور، القصيدة، الأغنية الدينية اللي حملت فيما بعد طابع غزلي. يمكن صرنا نتغزل بالكون، بالطبيعة، بالخالق، ولكن بطريقة جديدة. نحن وأنتم بدنا نوقف عند هالأغاني التراثية، بدنا نحكي عنهم شوي لحتى ننتقل من بعدهم للحديث عن العادات والتقاليد اللي ما بعدت أبدا عن الأغنية التراثية وحتى الطربية. دايما بكل بيت في آلة موسيقية، ودايما في سهرة بتبلش بمولد وأذكار ولكن بتنتهي نهاية طربية. نحن وأنتم مشاهدينا بدنا نوقف عند الأغنية الشعبية الحلبية من خلال استضافتنا للأستاذ الباحث الموسيقي زياد مليس. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. كل عام وأنت بخير، رمضان كريم. كل عام وأنت بخير، أنت وسادة المشاهدين، رمضان كريم على الجميع وعلى سوريا الغالية وجيشنا الباسخ إن شاء الله دايما. أستاذ زياد، لما بنحكي عن الأغنية الشعبية التراثية الحلبية تحديدا، نحن عم نحكي عن تراث كتير كبير، عم نحكي عن تراث متوارث، عم نحكي عن مئات من السنوات اللي كان في شغل وبحث بهذا التراث لحتى يتم الحفاظ عليه بشكل أو بآخر. هلأ حلب قطعت شوط بموضوع البحث الموسيقي الحلبي تحديدا، فخلينا نبلش من القلب. كيف بدنا نعرف القدر للأخوة المشاهدين؟ كيف بدنا نذكر لهم كلمات يمكن هنون بيعرفوها كألحان؟ خلينا نبلش بالحديث عن القد الحلبي. لا، هو القد منظومة نثرية امتدادا من أصلا الموشح. بما أنه كان الموشح سابقا يتناول أمور مدح، مدح السلطان، مدح الخليفة، مدح الملك، كذلك الأمر صار فيه لمدح العاشق والحبيب من ناحية تكوين المشرح. من بعدها صار في والمشرح بالعادة كان يكتب باللغة المحكية، ومن ثم صار بشكل نثري تدرج منه إلى القد. القد هو إيجاد قد غزلي وقد ديني، وأحيانا بيكون نغم ديني يقاس عليه قد الغزلي. مثلا أغنية أو قد يا إمام الرسل يا سندي، في له قد تحته دجها يا إمام الرسل يا سندي تحته دجها وتعاتبنا. فنحن هذا اللحن يتطلق، هذا اللحن من ناحية الإيقاع ومن ناحية الوزن ومن ناحية حتى وزن الشعري ووزن إيقاعي. هلا الاغنيه الحلبيه ما في مسمى الاغنيه الحلبيه. قناه حلب هي حقيقه بالمشح والقد. في بعض الدول المجاوره مثل العراق الشقيق، في ملا عثمان عمل بعد القدود الدينيه عاشت بحلب، مثل فوق النخل. هي فوق النخل مو فوق النخل، لذلك تم القاس عليها قد ديني. لكن تعريف كأغنية حلبية لا، ما في. في بعض من 30 أو 40 سنة صار في من خلال الحتوتات الشعبية، من خلال بعض الأفكار بحلب، عملوا بعض أغاني تصنيع محلي، تصنيع حلب يعني، لكن هي لا تقارن مع القدود. يعني ولدت في شيء عاش فيه إنه ما عاش، وتناولوا من خلال الأغاني بعض العادات وبعض الحالات اللي بيقوموا فيها أهل حلب من ناحية غنائية ومن ناحية العادات التقليدية. يمكن أستاذ زياد عم بتقول إنه ما هي حلبية، ولكن بس تسمع قد بدك تقول حلبي، على شو قول اللي بدك إياه، بس الناس تعودت قد حلبي، الدور حلبي، الموشح وإن كان أندلسي فهو حلبي. في له أسباب. لأسباب شوية. في له أسباب. هلا من حلب كانت هي محطة ضيق الحرير، وهي أقدم مدينة مأهولة بالعالم. فكان اللي يجوا من بعض الوافدين على هالبلاد يمروا بحلب، يلاقوا مثلا مناخ الطقس، هذا اللون من الغناء، اللون الحالة النفسية اللي تنعكس على الأكل والطبخ والغناء
كله قريب من بعضه، فالناس كانوا اللي تزوقوا كانوا يقعدوا بحلب. في شيء عاش بحلب وبقي. هلا حلب تتميز بشغله، انه مثلا الموشح ولد بالاندلس لكن عاش بحلب وتطور بحلب. دليل على ذلك انه الاستاذ الكبير والوشاح الكبير عمر بطش هو اضاف شيء اسمه بعلم الموشح او علم الغناء اسمه الخانه. الخانه اللي تختلف ايقاعا ولحنا. هو يمكن ابدع اكثر من 130 موشح تماما عربي. تماما تماما. انا بحكي موضوع الخانه هو حسنا اضافه الخانه الى الموشح، ما كان اول سرقه موجود. كان الموشح كله يقال بنفس المغنى واحد او ايقاع واحد، اما الخانه كانت تختلف لحنا وايقاعا تختلف. هذا موضوع حلب لا يد طول فيها، وهذا موضوع انا سابقا حكيته مع الدكتوره رتيبه الحفني الله يرحمها بدار الابيضه بمصر، انه الموشح والدور يولد بالقاهره لكن بيعيش بحلب ويكبر بحلب. ام كلثوم غنت كثير ادوار لكن انسمعت ونعرفت بشكل كثير رائع بصوت الفنان الكبير الاستاذ صباح خفي. لذلك حلب دائما هي بتلمع الموشح، تعطيه روح، تعطيه اضافه. غير إضافة الأداء، إضافة اللحن، إضافة الجمل الصحيحة. أستاذ زياد، دايما لما منقول موشح ما بيخطر على بالنا إلا رأس السماح. وهذا رأس السماح اللي هو بالبداية كان رأس ديني طبعا، لأنه عم بيكون في استئذان بالرأس وكانوا يمارسوه الرجال بالبداية، بعدين يمكن التطور هو اللي خلى النساء تأدي بشكل أو بآخر. هلا رأس السماح نقلوه أربعينيات القرن الماضي يمكن لدمشق، وكان موجود بحلب على ما أعتقد. احكي لنا عن الرابطة اللي جمعت ما بين رأس السماح والموشحات. بما أنه الموشح بتركب لحن إيقاعا إيقاعات مركبة بسيطة ومركبة، كذلك الامر وهو في تعبير الحقيقه موشح مثل ما ذكرنا قبل شوي انه بيكون يا اما مديح او غزلي. بده شيء تعبيري فاوجدوا عليه رقص السماح، في بعض الناس بيسموه رقص السماع. سماع ام سماح؟ في مقولتين صحيحه، السماع والسماح. سبب كل تسميه فيهم؟ في ناس السماع انه انت تسمع وترقص. والسماح استسمح من مثلا من خلطوه ما بين المولويه وبين الرقص، استسمح من الشيخ او الاستاذ او المعلم الموجود. فكان رقص السماح هو حالات تعبيريه، تعبيريه كانت تنطبق مع الايقاع اللي موزون عليه الموشح. وسابقا مثل ما تفضلتي كان مشهور للرجال، بعدين صار دخلوا فيه السيدات، وعندنا اشهرهم في فرقه اميه بدمشق وفرقه زنوبيا. هدول من الناس تناولوا رقص السماح بشكل كثير منيح. بحلب اساتذه السماح طبعا تار هنن على راسهم الفنان كبير عمر بطش. استاذ زياد، في انواع معينه للقدود اللي عم تتأدى؟ الانواع غزليه ودينيه تتساوى كلها، لكن يختلف مقامات. في مثلا قدود مقام الرص، قدود مقام البيات، كل مقام في له قدوده. شو السر انه نحن حافظنا عليهم كتراث؟ يمكن لانه هذا النوع من الغناء يعني حاكى الروح الحلبيه، حاكى النفس الحلبيه. اعطاها مساحه من الاداء، والحلبي بشكل عام بيحب دائما ما يتقونن ضمن انظمه الغناء او ينحفي برواز. المطرب او الفنان بيحب يعطي مساحات له، لذلك الحدود فيها من نوع من المساحات الموسيقيه انه الانسان يبدع فيها. المطرب بيكون عم بيعمل اغنيه كورات كردو معه، بيعمل هو لحاله ويفرد تفريدات ثانيه. هذا لم ينطبق غير ضمن الحدود والموشح. شو بدك تحكي لنا عن الدور؟ الدور هلا الدور قطعا هو مصر سيده الدور. من ادوار كثير المشهوره المعروفه ضيعت مستقبل حياتي لسيد درويش، وانا هوي سيد درويش اللي غنوه عظام الفنانين. الدور يختلف نظما وايقاعا عن الموشح. كمان كذلك الامر الدور باللغه المحكيه المصريه يعني العاميه. كمان يتناول الغزل بشكل عام، كل اغنيه له غزل الحياه. لكن بناء اللحني يختلف عن بناء الموشح. الدور بيتميز فيه عظمته انه في بسموه هذا الارتجال اللي يعمله فيه الفنان او المغني هو بسموه الاهات. اي دور كان يكون فيه اهات، الاهات
بيستعرض فيها الملحن قوة لحنه والمغني قوة أدائه بالدور. كذلك الأمر أدوار مثلا غيت أغنية سيدة أم كلثوم مثل دور يلي تشكي من الهوى، دور إمتى الهوى، يعني عاشوا مع أم كلثوم فترة بسيطة لكن صباح فخري أعطاهم يعني الأمد الطويل. يمكن حلب لها خصوصية إنه هي بلد الطرب، بلد الفن والطرب. كتير صعب إنك تدور على بيت حلبي ما تلاقي فيه آلة موسيقية، أو كتير صعب إنك تشوف عيلة وإن كان حديثة ما في اهتمام بجانب موسيقي معين. دائما الأولاد في عندهم دورات على آلات معينة هنهم بيحبوها أو بتستهويهم، دائما في صوت حلو بالعيلة. شو السر؟ شو هي المي اللي عم يشربوها؟ هي خاصية حلب وبيت حلب يعني ومناخ حلب. يمكن هذا الأمر هو إنه لا في أصوات حلوة، في عازف حلو. أحيانا بيكون لكل شعب في له موروثات، أحيانا الموروثات بتكون عادية يعني ما كثير منيحة، وفي موروثات بتكون كثير رائعة. من ضمن الموروث الحلبي هو الغناء. مثل ما تفضلتي، أي بيت كان قبل سابقا عن السيدات في شيء اسمه الصالون الفني أو بسموه استقبال. عندنا بحلب بسموه استقبال. هذا الاستقبال هذا للنساء، للنساء خاصة. الاستقبال كان اول هو كان عبارة عن صالون ادبي، صالون ثقافي هو. لكن هو اصل الاستقبال صالون ادبي طبعا. هلا كان الصالونات الادبية والثقافية بكل المدن العربية كان موجودة، صالون مي زيادة، صالون بمصر في هلا بذكر اسماء. كذلك الامر بشكل مصغر عن سيدات كان يعالجوا في امور الحياتية. يعني الجيران كانوا يحكوا لبعضهم عن همومهم عن امورهم، فكان في كثير امور يعالجوا فيها الامور اليوميه الحياتيه المجتمع الحلبي. اضافه لذلك يتخللوا لابد ما يتخللوا من غناء، في اصوات جميله بالنساء، وفي حدا بده يعزف عود لابد منه عود، وفي عازف ايقاع. هن من محترفين لكن بيجوا عازف بشكل سمعي بشكل يتخلل دائما اي استقبال انه يكون في عازف، ولابد اغلب البيوت الحلبيه اللي يكون في اله موسيقيه مثل ما تفضلتي. يمكن انا الصالونات الادبيه اللي دعيت عليها ما كان فيها عزف لكن كان فيها قراءه كتاب. قراءه كتاب. واحد من الكتب انه لا تفضلوا لحتى نقرا كتاب اليوم وبتبدي رايك فيه. فشو هي الصالونات الادبيه اللي كانت تجمع الفنانين؟ شو بتعملوا؟ رح يصير اسمه صالون موسيقي بقى بهالحاله. شو بتناقشوا فيه؟ نحن مؤخرا صفه الصالون انشالت. صار في عنا غير شيء، صار عنا نادي السهرة. نادي نادي غير شيء، نادي بشكل رسمي. السهرة تم السهرة الحلبية. مثلا أنا الثمانينات والتسعينات كنا نسهر وجاها من أهم شخصيات أدبية والثقافية والفكرية عنا بالسورية ومن خارج سوريا. كان دار عربي صديقنا الله يرحمه عنده دار عربي ويستقبل فيها الرواد، وكان في يتخلل منشدين او بعض المغنين واسماء كثيره لا موجودين بالساحه. وجوا شخصيات مهمه كثير لهالسهره، كان كلها غناء وجود فيها فرق عازفين مهمين، عود وقانون كمانجا وطبل ورق، وتحلق الاربع صبح 3 صبح 5 صبح. كانت من ابدا ما يكون. فاحيانا تكون الاحاديث بشكل عام بتكون أكون مستمعين على شيء من القديم ونحكي بخاصيته، نحكي ب يعني نشرحه من الناحية الفنية. مثلا أم كلثوم هون بهالأغنية الفلانية شو كان عم تعمل، شو كان شو كيف أدت المقام، مثلا ملحن صنباطي أو زكريا أحمد الجملة اللحنية كيف صورها تطابق الكلام. فهذا كله كان خلال إضافة لذلك إذا نوجد بعض الشخصيات الأدبية يحكي عن شيء أدبي، كان قصة وكان شعر من الشعراء، وتم السهرة هيك. جميل. هلأ الأمر اللي كتير ملفت للنظر أنه التطوير أو التحديث ما طال هذا الإرث، هو مصان من اللغط، مصان من الإدخال، مصان حتى من التحسين. لأنه كتير منلاحظ حتى لو كانوا شباب صغار دايما بيأدوا الأد مثل ما هو، دور مثل ما هو، الموشح مثل ما هو. الطريقة اللي من خلالها تم الحفاظ على هالتراث بهالصورة الحلوة مثل ما هو بدون أي تغيير. هلأ التغيير يعني أنا برأيي ممنوع. يعني هذا حق،
هلا هذا الامر استاذ زياد انت بتقول ممنوع كباحث موسيقي كفنان، ولكن هذا امر عم بيصير هلا، في تغييرات عم بتطال كثير من الاغاني. اذا عم بيصير هيك اوكي عم بيصير، لكن انا بحكي من ناحيه يعني المسلكيه، انسان عمل لحن كان مشح او دور، اجي انا اضيف عليه لمسات، لا انا خليني اعمل لحن لحالي وحدا بيحبه او ما حدا بيحبه. انا رايي يعني التطوير ما بيجي انه انا اضيف شيء، لا منا هيك. هلا ممكن انا اخذ مشح مع موسيقيا احط خلفيه، احط ارضيه للحن، بس بحيث ما امس الميلودي هذا حق الانسان اللي لحنه، ما حقي هذا. ممكن هلا خلال اعمال الكورال او الغناء، حتى الاعمال الاليه، هلا انا زمان عملت تجربه بعض المشاحات، خليت الاله الموسيقيه هي تعزف الميلودي، وعملت خلفيه ثانيه، انا عملت رؤيه لحنيه اضفتها لهاللحن هذا، بس ما بغي انه انا العب اللحن، لمنا هيك. هذا موضوع امانه، كان الراحلين والكان موجودين، الانسان بده يعمل شيء يعمل لحاله، يالف لحاله ويطول مثل ما بده. اما عفوا بعض الناس اللي انا سمعت كثير من الناس غنوا بعض المشاحات، غنوا بطريقه تختلف عن طريقه اداء، باعتبارهم هذا تطوير، انا برايي هذا منه تطوير، لا هذا مساس لشخصيه الانسان اللي عمل لحن، لا منه تطوير. قديش اذاعه حلب خدمت هذا الارث؟ طبعا اذاعه حلب يعني مشكوره من وقت ما تاسست لتاريخ الساعه، في فعلا ارث كبير ضخم. قديش ارشيفها غني؟ ارث ضخم جدا. يعني انا بقوم على مصطفى ماهر، محمد خيري، استاذ صباح فخري، هذا الثلاثي اللي عملوا تقريبا غنوا 80% من التراث الموجود لا يزال موجود باذاعه حلب. نحن اخذنا منه كثير، تعلمنا منه كثير، كان هو بعض الامثله اللي ناخذ منه لا شك كثير كبير، واقاموا عليها كمان من الناحيه الموسيقيه فنانين كثير عظماء كبار. استاذ زياد هلا كانت الاذاعه من جانب، واجا لاحقا نادي شباب العروبه اللي كان هو تجمع عائلي ظريف لمجموعه من الفنانين اللي انطلقوا، كان حاضن، كان مثل ما بيقولوا راعي ابداعات، راعي مواهب، كان عم يصقل، كان عم بينمي، كان عم يشتغل بشكل او باخر. اهميه انه يتواجد نادي كنادي شباب العروبه. نادي شباب العروبه الحقيقه وجد بصدفه، يعني صدفه اصحاب. شو هي الصدفه اللي خلقته؟ اصحاب هن الحقيقة كانوا دراميين، على رأسهم الموجود لا يزال، لا توفى الله يرحمه، الأستاذ أحمد حداد. كان هو مجموعة خمس أشخاص دراميين بحبوا التمثيل، كان يعملوا تمثيل، فجمعوا حالهم أنه يعملوا بروفات ويقدموا على مسارح حلب، مسارح الثقافية. كبروا صاروا خمسة، بعد صاروا تسعة، استأجروا مبنى صغير أنه من جوبا خاصة. من بعدها عملوا كتاب للشؤون، وزارة الشؤون، بترخيص نادي ثقافي. فلما اجى الترخيص سموا نادي شباب العروبه، بما انه كان احنا لا نزال العروبه تعنينا كثير. شباب العروبه للاداب والفنون. الفنون تجمع، ان النادي فيه الدراما، فيه فن التشكيلي، فيه التمثيل، فيه الموسيقى. جميع انواع الفنون الموجود فيها. والادب في عندنا كثير من النادي، بتعرفي حضرتك انت، في شعراء، في قاصين، في ادباء، يعني مهمين جدا. النادي بعدين تنامى. وحلب يعني بما انه صار هذا النادي الوحيد، صار يجوا اغلب الموسيقيين القادرين ينفذوا المحترفين يجوا لهالنادي، لكن نحن تحت سقف النادي ما في شيء اسمه احتراف. نحن تحت سقف النادي الكل يتساوى. يعني اهم عازف مع النص مع الاقل، يعني والاسماء اللي حضن النادي كثير كبيره. تماما اسماء موسيقيه قويه، يعني اسماء بتهز. كان في ابراهيم جودر، كان في استاذ امين خياط الله يطول عمره، يعني في اسماء كثير عريضه، وفي مطربين كثير كبار اجوا النادي. كان فهد دقان، السيده ميادة الحناوي، اخت فاتن الحناوي، من المطربين الموجودين نهاد نجار، عمر سالمين، حنان خيري، نور مهنا، كثير. لكن احنا مثل ما قلت لك تحت سقف النادي، الكل تحت بوتقه واحده، ما في والله انا فلان، لا هذا ما منه موجود، الاقل مني تعلم مني، ويمكن انا اتعلم منه كذلك الامر.
لذلك نعمل عمل فني بشوفي عمل بغمض قطعا ناجح، قطعا قطعا ناجح، مستحيل يكون في عنا اداء دون 90% موسيقيا وحتى ثقافيا. قديش ارتبطت العادات والتقاليد والليالي الرمضانيه بالقدود والموشحات والادوار والاناشيد الدينيه الحلوه اللي ما بنقدر الا نرددها؟ ويمكن اللحن مرافقنا عم نسمعه، احيانا لحالنا بنالف كلمات ولكن بندندن فيها على نفس اللحن، ممكن نكون نسينا الكلمات نقول لا هي اغنيه جديده. شلون؟ على سيره النادي، كنا سابقا نحن نعمل ايام رمضان كل اسبوع في دار عربي كثير كبير، كان قصر هو دار رجب باشا تابع لوزارة الثقافة حاليا، كان نعمل كل اسبوع حفلة رمضانية، فرقة موسيقية ومن من الفنانين المهمين ومعه كادر انشادي يتناول بعض القدود والموشحات الدينية. الحقيقة هي فيها مديح وابتهالات، تاخذ حيز كبير من السهرة، حيز كبير. كذلك الامر مثل حضرتك تفضلتي بدايه الحلقه انه بالسهرات كانوا يعملوا حلقات ذكر بعدين غناء، لا هو العكس تماما. كان يعملوا حلقات غنائيه تنتهي اذكار، تنتهي حفل الذكر مع بعض، كانت تنتهي هيك. فكان باي سهره تكون فيها غناء بالاخير بيقفلوها بحاله من الذكر وحاله من الخشوع هيك بهالشهر الفضيل. قديش هالامور هي مرتبطه بالتقاليد اللي كثير حريصين عليها؟ قديش مرتبطه بالمسحراتي؟ قديش مرتبطه بالفانوس؟ قديش مرتبطه بالقعده العربيه اللي بيكون كل بيت حريص عليها مع بدايه شهر رمضان، انه لا لازم اليوم انا بدي اعمل ركن رمضاني بالبيت، بدي اجيب السجاده، بدي احطها، بدي اجيب الفانوس، بدي اجيب المنقل النحاس. قديش هذا الامر الموسيقي التراثي مرتبط بالعادات؟ قديش تناقلوه جيل بعد جيل؟ احكي لي عن هالتوليفه الحلوه اللي نحن عم نلمسها فعلا وعم نشوفها بكل بيت. هو بما انه رمضان شهر يعني الفضائل، شهر البركات، كانوا مشان اهل الاحياء اصحاب الحي الرفقه الاصدقاء انه مشان اليوم نحن سرنا عن بيت فلان، هذا فلان جارنا فلان يقعد بيظبط قعده سهره تتماشى مع هذا المناخ، مشان بالنتيجه تصير فيها غناء كمان. وهذا الصوره هي النظريه، النظر مع الغناء بيعطي حاله ابداعيه، بيعطي حاله طربيه، بيعطي حاله فنيه عاليه. لذلك كان يهتموا انه في شيء انه بيدل على هالشهر، على هالحاله الرمضانيه، كانوا يحطوا يدنوا فيها البيت. المسحراتي مثلا لما كان يقوم بالسحور في بعض الناس ما كانت تصغي يقول، هو الحقيقه كان يقول اما دعاء أو ابتهال، ويصحي كل باب يسمي بالاسم يا أبو فلان، يا أبو محمد، يا أبو مصطفى، يا أبو كذا، ويذكر الدعاء ويدخل اسمه. طيب أول شيء يبتهج الإنسان النائم اللي يقوم على السحور، وبيقعد واحد المسحراتي استفاد إنه أنا جتني يعني بركة إنه أنا فيأت فلان على السحور، فكان يفيقه بالنغمة الحلوة، كان يفيقوا بالشعر الحلو. تمام، كان في معه آلة إيقاعية مسحراتي بسموها طبلة، هي صغيرة نحاسية منا كبيرة، وبحط عليها جلد معز شدو بخيطان وله طريقة بالشد، مسكها بإيده هيك وجلده مثل تبعت الحزام، والفانوس بيسبقه بإيد الفانوس بإيده يحطه هيك، كان ما في كهرباء يحطه بإيده هيك والفانوس وجلده يطبل فيها هيك و يقول شعره، يقول عند اللحن اللي يقوله. قديش مرتبطة هالعادات بالبيوت العربية القديمة؟ هلا بما انه هي حارات، يعني مستحيل هلا سحارات الطابق الخامس وينزل ضربة واحدة في البناية، فالحارة ودور عربية كبار ودار العربي. بس تعرف استاذ زياد انه كثير في حارات حديثة كان المسحرات يتواجد فيها بشكل او باخر، يمشي بالشارع مو معقول يطلع على البيوت، بس ما كان ينادي بالاسم، وانما كنا نسمع صوت. نعم، ممكن يكون ابتهال، ممكن يكون دعاء، ممكن يكون منادات. طبعا يعني بس ضمن الحركه القديمه اجباري بيفتل فيها، بيوقف على كل باب، لانه الدار العربيه كانت كبيره،
يكون مثلا بين مدخل الدار وبين غرفة النوم مثلا شيء 40 50 متر. فاجباري كان يوقف على الباب ويسمعهم. لذلك دورته بالحارات كانت حلوه منيحه. بس هذا شوارع عريضه وبنايات خفت القيمه. هلا وصلنا للختام، ولكن استاذ زياد كثير بيهمني نوقف عند الجانب اللي نحن حريصين انه نوصله لابنائنا عن الطرب الحلبي الاصيل، وانا بدي اقول حلبي، انت سمي اللي بدك اياه. شو هي الطريقه اللي نحن فعلا بدنا نحافظ عليه مثل ما اجدادنا الموسيقيين حافظوا عليه؟ شو هي الطريقه اللي بدنا نوصله صافي وخالي من الشوائب، خالي من العيوب، بطريقه فعلا يقدروا حتى ابنائنا انه يحافظوا عليه بالصوره الصحيحه؟ انا شوفي يعني ما بحب اقول بس غناء حلبي، لا ما هيك يعني. هذا الغناء صح عاش في حلب. انا بنصح واتمنى يعني انصح واتمنى الاجيال الطالعه انه قبل كل شيء انه تنظر للموسيقى وتعني لها شيء. الموسيقى فعلا هي ماده او علم محبب من اجمل العلوم، وفيه كل اطياف العلوم، الفيزياء والطب والهندسه. يعني ارسطو قال انه الموسيقى هي من اعلى علوم الرياضيات. تمام. فاي حدا من الشباب من الاطفال يبادر يتعلم موسيقى، الموسيقى بتهذب النفس. حفاظا نحن على تراثنا، بكل سوريا في تراث، وكل مدينه لها تراثها، وفي تراث جدا جميل، وان كان شيء منه كثير ملمع محسن اللمع ويطمع. بس اهم شيء انه تتوفر الجهود والنيه، الجهود والنية. مثلا نحن بحلب كل إنسان بمجاله حاول يدون، حاول يوثق. في كثير ناس وثقوا بحلب، في بالشام وثقوا، في ناس لازال قائمين عم وثقوا التراث اللي فعلا نحن كنا ندعى قبل الأزمة السورية، ندعى كثير لدول من العالم نروح ما نغني إلا تراثنا، لأن يطلبونا لهالتراث هذا بكثير مؤتمرات. وهذا واحد من اهم الامور اللي تحربنا عليه استاذ زياد. بدي اتشكر حضورك ويسلي صيامك لهذا اليوم. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه، رمضان كريم. كل عام وانتم بخير والساده المشاهدين. وانت بخير يا رب. ولكم ايضا مشاهدينا شكرا على المتابعه، بنلتقى نحن وانتم وان شاء الله تكونوا يا رب بخير وصحه وعافيه، دمتم بامان الله، الى اللقاء، رمضان كريم.